القرارات اللي اخذناها ان احنا بنخفض زمن الايقاف المؤقت من نص ساعه لربع ساعه، ده وفر لنا ساعات عمل كثيره بالنسبه للمستثمر بيقدر يتعامل على الورقه الماليه بيسر وسهوله. احد القرارات الاخيره اللي خدناها واللي اعتمدت ايضا من الهيئه العامه للرقابه الماليه كان ان احنا الكوبونات اللي هي بيبقى فيها توزيعات ما بين حدود الايقاف المؤقت اللي هي 5% او الحدود السعريه وفيما بعدها وفيما اكبر من ذلك لا يتم اعمال اليات الايقاف المؤقت عليها، لان ما فيش سبب اقتصادي ادى لهذا التغير غير ان هي دي توزيعات كوبونات، وده نشاط طبيعي لسوق المال ان بينزل سعر الورقه الماليه نتيجه توزيع هذا الكوبون. احد المحاور الثانيه نتيجه ارتفاع معدلات التداول على مستوى الاصلاحات لقينا ان احتساب الاسعار الاقفال مهم فيها جدا، ان احنا كان محور معمول قبل كده في البورصه طورنا عليه بالنسبه لي الحد الادنى لقيمه الاوراق الماليه المتداوله عشان يتم احتساب سعر اقفال جديد. وثائق صناديق المؤشرات ده امر هام جدا للمستثمرين المؤسسات من الخارج، فلقينا ان هذه الورقه الماليه وبالاخص الورقه الماليه المقيده في مصر الاوراق اللي هي بتمثلها اللي هي بتستثمر فيها هي ال 30 انشط 30 شركه موجوده عندك، فلقينا ان انشط 30 شركه دي الشركات دي عليها شراء بالهامش وعليها تداول في ذات الجلسه. طب يبقى الاب بتاع هذه الشركات اللي هي الصندوق اللي بيستثمر في هذه الشركات ما يبقاش عليه تداول في ذات الجلسه او شراء بالهامش، فكان من ضمن المقترحات اللي احنا ارسلناها للهيئه ان احنا يعني طالما ان الفروع كلها او الاستثمارات كلها بتاعه هذه الورقه الماليه عليها هذه الاليه فيفضل ان يبقى ايضا على مستوى الورقه الماليه اللي هي صناديق المؤشرات المتداوله ان يبقى عليها شراء بالهامش وتداول في ذات الجلسه، وتم الموافقه على الشراء بالهامش بنسبه 80% من هذا الامر ويتم تطبيقها مع التعديلات القادمه. اطلنا الفتره الزمنيه اللي مسموح فيها الشركات السمسره انها تقدر توفر لنا الاوامر بتاعه الشراء والاوامر بتاعه البيع، وايضا الفتره الزمنيه اللي بيقدر يثبت فيها المبالغ اللي حطها عشان عمليه نقل الملكيه، دي سهلت عمليات كثيره جدا. الفتره الزمنيه كانت اسبوع تقريبا وطولناها الى مده شهر. تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية، ده كان تنظيم صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية في 2016 والقرار من مجلس إدارة البورصة المصرية صدر في 2017 أو يمكن برضه في آخر 2016 ولم يفعل، فكان من ضمن المهام الرئيسية عندنا نحب نبص هو لماذا لم يفعل. محور رئيسي مرتبط ب الآلية الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع اللي هو يعني مسماه شورت سيلينج على مستوى كل التجهيزات الفنية اللي ما بيننا وما بين شركة مصر المقاصة لأن هي المعنية بوضع القواعد المنظمة لعملية اقتراض وإقراض الأسهم، فهذه القواعد انتهت تم الانتهاء منها مع شركة مصر المقاصة، وعلى مستوى الأبعاد التكنولوجية والفنية فيما يتعلق بحجز هذه الأسهم قبل عرضها للبيع في البورصة المصرية تم الانتهاء منها، عملية الربط ما بيننا وبين المقاصة تم الانتهاء منه. خطة العمل في الفترات القادمة، طبعا احنا مستنيين قانون سوق رأس المال بتعديلاته المفترض تصدر يعني بعد المناقشة في البرلمان المصري، ومن احد اهم التعديلات في هذا القانون هو ما يفيد باستحداث ادوات ماليه مثل العقود المستقبليه وعقود الخيارات وغيرها من العقود فيما يسمى بالمشتقات الماليه وتسمى في القانون يعني العقود الاجله او البورصات الاجله، وهذه البورصات فبالتالي احنا مستنيين استحداث هذا القانون ونبتدي ان احنا نفعل هذا الامر بصوره طيبه فيما يتعلق بهذه الادوات الماليه اللي بتسمح للمستثمرين التحوط من مخاطر تقلبات الاسعار بصوره كبيره جدا، بما يسمح برضو ايضا ليهم ان هم يخشوا السوق على مستوى منتجات ماليه جديده.